لعله القطاع الأمتن في لبنان بالرغم من كل الهزات السياسية والاقتصادية. القطاع المصرفي الذي يحاول النأي بنفسه عن الأزمة السورية بدأ يأخذ حذره. المصارف اللبنانية تضع سياسة جديدة للتعامل مع الزبائن السوريين. في ظل الأزمة السورية، علامات استفهام بدأت تطرح حول بعض الشخصيات السورية والأموال المودعة في البنوك. فمن دون أن نسمي اسم المصرف، سنكشف عن محتوى بريد إلكتروني وجهه المدير العام لأحد البنوك الكبار في لبنان إلى فروع البنك كافة. جاء فيه أنه وبالنسبة إلى الزبائن السوريين الجدد، تفتح الحسابات بالليرة اللبنانية فقط. ممنوع أن تتم التحويلات الخارجية والمحلية بالدولار الأمريكي، وإن كانت عبر مصرف لبنان يمكن للزبائن إجراء أي تحويلات بأي عملة أخرى مثل الليرة اللبنانية واليورو والدرهم الإماراتي والريال السعودي وغيرها. أما الزبائن غير الجدد فتحظر عليهم التحويلات الخارجية والمحلية بالدولار الأمريكي حتى لو كانت عبر مصرف لبنان. يمكن إجراء تحويلات بالليرة اللبنانية واليورو والدرهم الإماراتي والريال السعودي وغيرها. لا يمكن للزبائن تغيير العناوين الحالية المسجلة في بياناتهم. يمنع منعا باتا مساعدة الزبائن السوريين في تأسيس شركات واجهة أو فرونت كومبانيز، حيث هناك مساهمون لبنانيون بالإضافة إلى سوريين. هذا الإجراء لم يتخذه هذا المصرف فقط، بل هناك مصرف كبير آخر عمم مذكرات رفض بموجبها فتح أي حسابات للسوريين في وقت تشدد فيه المصارف بشكل جدي حيال كل ما يتعلق بالزبائن السوريين. وتعليقا على هذه الخطوات المتخذة من المصارف اللبنانية، أشار المحللون الاقتصاديون إلى أن هذه الإجراءات جاءت كرسالة مبطنة للأمريكيين تفيد أن لبنان جدي بتعامله معهم، خصوصا بعد الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن والتي شارك فيها مسؤولون لبنانيون.